واحد الامر مانيش عارف واش اللي هاكك. واحد الامر طارئ راه كان جات الاخت اللي خدمت معها 4 ساعات اعتذر قطعت الحصه تفتمت كل شيء حاضر معنا الله يجزيكم بخير. واحد الاخت جات حضرت الحصه ديالها كان فيها 4 ساعات اللي شاف معنا الحصه ديال هاد الاخت الله يجزيكم بخير شاف معنا الحصه ديال هاد الاخت ضروري ضروري امر طارئ شاف معنا الحصه خارج على نطاق الحصه الحصه اللي كانت عند الاخت اللي كانت عند هاد الحصه اعتذر هاد الحصه اللي كان فيها 4 ساعات اللي تفرج لها نتاع الاخت مفهوم الجن اللي في الاخت النصراني اللي اسلم كان قال لي عندك سحر هنا في الطواليط وعندك سحر في هذا المحل اللي تحته ودابا الاخ اللي خدام معايا دابا انا كنت خدام في الحصه دركا ودخل للمركز على 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 غفله مانيش عارف ما حكاليش تقال لي راني لقيت لك هذا في المركز جي هنا لقى هذا في المركز هذا سحر فهم لقاه فين لقيته ما غاديش في الديباره اللي تحته فيعني الاخوه راه حقيقه هذا الشيء هذا شرا الاخت هذه كلمه وقالت لك انهم داروا لي سحر اللي شاف اللي حضر معنا الحصه نتاع الاخت هو الاخ راه داخل على غفله وشو شرقه وجديد اخوتي ماشي قديم يعني لقيته عند شي واحد ولا باقي جديد اخوتي فهم يعني حقيقه انه كاين شي واحد كيدير لي هذا الشيء هذا حقيقه هذا الشيء هذا حقيقه انه شي واحد حقا كيدير لي هذا الشيء هذا نحلو نشوفو في الشافيه والله اعلى واحد المهم هذا الشيء هذا لقاه الاخ راه خدام معاه غير جا داخل لقى هذا الشيء تما وباقي جديد يعني ماشي قديم ولا شي حاجه باقي هذا الشيء هذا جديد في يعني هاد القضية نتاع انها كاين اسحار مديورة لي هنايا فراه حقيقة انها كاين اسحار مديورة هنا حس غادي نكملوها واخا نسليو حتى الزوج ماشي مشكل اختي غير سمحي لي قلت لها ما حليتوش غادي نتفتن قدرتش نكمل فكل مرة كيجيني يجيني كيقول لها ديري لك شي حاجة ديري لك شي حاجة ديري لك شي حاجة دائما 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 هادشي كيتكرر بزاف تاع المرات يتكرر هو في المركز اللي تحت اقسم بالله العظيم داخل على غفلة هذا دابا هذا منين جا هذا دابا بالله عليكم غادي يكون جاو على شتاو ما نعرف والله ما فهمت حاجه وحق الله العظيم ما فهمت حاجه اخوتي والله ما فهمت حاجه لكن الا كان هذا الشيء دابا واش بغينا شي تفسير بغينا شي صح والله بغينا شي تفسير قولها صدقا هذا المركز هذا كان مفر منه هذا المركز الجديد كان مفر منه ما كقدلوش سبحان الله كان دي قوتي ما كنقدرش نجلس فيه وهذا هذا القاع باقي جديد باقي عاد جديد قاعد جديد ما موسخ ما حتى حاجه باقي عاد جديد باقي عاد السحر باقي عاد جديد باقي عاد جديد وباقي عاد الجيني غادي راه الجيني قال لي الصباح اللي داز في الحصه اللي راه كاين مسجل داكشي في الحصه متق انه كاين سحر في الطول وكاين سحر المهم يعني سبحان الله العظيم واش ما فهمتش والله ما فهمت شكون اللي يدير لنا كاين الكاميرات اخوتي هانتوما الكاميرات مالكم الكاميرات باش تفهمونا باش تفهموا كاين الكاميرات المصيبه انه كاين الكاميرات ما فهمتش والله ما فهمت فهمت والله العظيم ما فهمت كاميرات كاين الكاميرات مشكلة ان الكاميرات كاين كاميرات شادين كلشي فيعني يعني يعني هادشي منين جا هما الكاميرات الكاميرات شادين كلشي شكون اللي يدير هادشي هذا شكون اللي يدير هادشي قابض كلشي شد المركز كامل راكم تشوفوا شد المركز كامل ماشي شكون اللي يدير هادشي هذا لا حول ولا قوة الا بالله شد على براها شد على برا شد القاعة تاع الاستقبال الفوقانية شد الاستقبال التحتاني من جوج جهات شد القاعة تاع الرقية اللي كندير فيها انا دابا الرقية فبالله عليكم يعني واش هاد الشيء هذا واش هاد العجب هذا شفتي ما فهمتش والله ما فهمت الله المستعان لاحظوا اللي يقدر يقرا معايا هذه الجمله هذه الاسم ديالي قراو مزيان هنا شياطين هذا سحر شياطين عبد اللطيف باقي شي وحده لا ما نضمنش المهم شرا مش كذوب باقي عاد جديد موسخش باقي جديد في لا وسخ لا حتى حاجه فالله المستعان الله المستعان والله العظيم الى الله المستعان والله الى الله وحقيقه اقولها بكل صدق
أقسم بالله العلي العظيم أمر بأزمات لا يعلم بها إلا ربي. أقسم بالله العظيم أمر بظروف لا يعلم بها إلا الله عز وجل. كنمر بواحد الدورات لا يعلم بها إلا ربي سبحانه وتعالى. والله العظيم إلا سبحان الله. ظروف يعني ربي اللي عالم وصافي. سبحان الله. تفسير لهذا الشيء هذا ما نعرف. الله المستعان. ما قدرتش نكمل الحصة والله ما قدرت أخوتي بالله ما قدرت. صدمت. غير ذكروا كما المره اللي فاتت الاخ اللي جا من الناظور وسبحان الله مره ثانيه كيتواجد معنا الاخ عبد العزيز الاخ اللي جا من الناظور جبد السحر بيدو غير ما عرفش شكون اللي كان ذكرنا الامر باللي الجني غد اللي جا من الناظور جبدو ذكرت لنا الحس ديال السحر هذا الصباح جا جني ذكروا وجبدناه هذا الصباح جبدناه دركو كي تذكر المساله ولا المكان ولا شي حاجه كيتجبد بالعشيه فيعني سبحان الله العظيم الله المستعان والله يا الله المستعان باقي عاد باقي عاد الله المستعان الله المستعان والله الى الله المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله ما فهمنا والو والله ما فهمنا حتى حاجه انا بدا ما كنت فاهم حتى وزه الله داروه نسال الله العظيم رب العرش العظيم ياخذ فيهم الحق في الدنيا والاخره اذا كان انسي وهذا راه فعل ديال انسي ماشي ديال جن كي دار ما نعرف كي دار دخل تما كي دار داروا تما ما عرفتش والله ما عرفت قدر الله ما شاء فعل وحسبنا الله ونعم الوكيل وربنا نعمة وما لقيتوش انا كنلقى عبد اللطيف وغير تذكر الاسم ديال كاين عندك سحر هنا دارولك كنلقاو هذه ثاني مره درك ثالث مره